بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. بنرحب بكل ساده مشاهدينا في كل مكان وحلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم. هنقدم النهارده ان شاء الله حاجه مختلفه شويه. عجبتني جدا جدا، كنت بره وشفتها وعجبتني قوي، اللي هو السينابون ازاي تقدم مع الملفي نفسه الاثنين مع بعض. نعمل طبقه من الملفي وعليها طبقه من اللفائف القرفه. خلينا نشوف ان شاء الله الحلقه الممتعه دي ان شاء الله، واستنى طبعا اي اسئله او اي استفسارات على ارقام التليفونات اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. وبحب طبعا قبل ما بشتغل طبعا، كنت سعيد جدا لان كنت مع نونا صديقتي وحبيبتنا كلنا، الشيف بتاعتنا الجميله، شيف البلد يوكل، وبنقول لها كل سنه وهي طيبه والعمر كله ليك ان شاء الله، وكل سنه وانت طيبه ودايما معانا كده وبصحه وسعاده ان شاء الله. تعالوا نشوف عندنا العجينه ازاي هنعملها. هي عجينه ملفيه وهتبقى معاها اللفايف القرفه. تعال نشوف المقادير بتاعتنا ونشوف ازاي نقدر ان شاء الله ان احنا ننفذها. واي حد عنده اي اسئله او اي استفسارات ان شاء الله هنفتح لكم التليفونات. ومن بكره ان شاء الله هنبدا ناخد بس فقرات كده بسيطه في البرنامج ونرد على اسئله السوشيال ميديا على الهواء، على صفحتنا، على صفحه المطعم هتلاقي صورتي موجوده عليها، وهنبدا ان شاء الله ان احنا نرد على اي اسئله انتوا عايزينها. من بكره ان شاء الله هنبدا ان شاء الله ننزل البوست وتبداوا انتوا تسالوا اي اسئله واحنا نجاوبها لكم عشان نقرب المسافة أكتر، عشان في ناس كتير بتخش على التليفونات ما بتعرفش اللي هي تتواصل معانا من خلال التليفون. تعالوا نشوف العجينة بتاعتنا عبارة عن إيه. العجينة اللي أنا هعملها للرقائق الأول، وبعد كده هنعمل كاستر عجيني أو باستر كريم، وبعد كده هنبدأ نعمل لها هنبدأ نعمل العجينة لوحدها اللي هي عجينة اللفائف القرفة، وبعد كده نبدأ نعمل لها الحشو بتاعها، وبعد كده نبدأ نحطها على الملفيه، وآخر حاجة خالص الصوصات بتاعتها. طيب أول حاجة في العجينة عندي اول حاجه 2 كوب ونص من الحليب، عندي نص كوبايه من الزبده، وبعد كده عندي معلقه كبيره ونص من الخميره الفوريه، الخميره هي معلقه ونص كبيره من الخميره الفوريه، عندي 1 عدد بيض، نص كيلو من الدقيق، وبعد كده عندي شويه ملح، نص معلقه كبيره من البيكنج باودر ده بالنسبه لايه، وشويه ملح طبعا عشان قلناها خلاص تمام. طيب ده بالنسبه لايه؟ ده بالنسبه للعجينه اللي انا عاملها. طيب مبدئيا كده يا عمو جمل هبدا اخد العجينه ديت، والعجينه دي دي الفكره بتاعتها اللي انا هوريها لك دلوقتي عباره عن ايه؟ ما شاء الله عليك، ما شاء الله، ما شاء الله، احنا ممكن نقعد طول الحلقه نقعد نحط المقادير وجنبها ما شاء الله عليك. انا بخاف من حلقتك والله العظيم. بص ده العجينه دي الملفي ديت، وبعد كده عليها رقائق او لفائف القرفه. هناخدها كده اهوت ونبدا ان انا ايه احطها في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض انت راجل جاي من الساحل وما اعرفش جاي من مارينا ولا كنت فين بتكذب علينا، المفروض تعمل حلقه محترمه، بقاله اكتر من اسبوعين اتنين مش شغال معانا. المفروض ما شاء الله يجي يظبط الدنيا. يا مسهل يا رب. ماشي. خش على الحليب بقى، نبدا نعمل في العجينه بتاعتنا 2 كوباية ونص من الحليب، هبدا ان انا اضيفهم هنا في الكازرول عشان ابدا ان انا ادفيهم، وبعد كده ابدا احط الخميره والسكر. بسم الله. هدوك بس ايه يدفى معايا الحليب بتاعنا، ما تسخنيش لان لو انت سخنت الحليب او الميه بيحصل ايه بتموت الخميره خالص. هبدا احط عندي الخميره، ادي الخميره بتاعتنا اهي. وبعد كده احط عندي 2 معالق من السكر، ادي 1 ادي 2 معلقتين كبار من السكر، ببدأ ان انا اضيفهم
تمام اهو. نزلنا العجينه خلاص. يبقى اول حاجه كوبايتين ونص من الحليب، معلقتين اتنين كبار من السكر، معلقه ونص كبيره من ايه؟ من الخميره. ونقلب لحد ما بدات تدوب معايا. طيب بعد كده بقوم واخد عندي على العجان، اقوم حاطط عندي النص كيلو من الدقيق، واقوم حاطط عندي الواحد عدد بيضه، ادي البيضه بتاعتنا كامله. بعد كده اقوم حاطط عندي البيكنج باودر، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر زي المحسن، يعني هو قريب جدا للايه؟ للمحسن. يا ام محمد، ام محمد سلام عليكم. سلام. ازيك يا ام محمد؟ الو، ازي حضرتك يا ست الكل؟ اهلا بيكي. سامعك. الو. ايوه يا ام محمد سامعك، اتفضلي. ايوه يا شيخ محمد. ايوه يا ست الكل، اهلا بيكي. طب معلش يعني حاولي يعني تتصل بينا تاني عشان انا فعلا مش سامع حضرتك. انت سامع، انا سامعك لكن انت مش سامعاني. طيب ابدا اللي انا احط ايه؟ اشغل. حطينا البيكنج باودر والواحد عدد بيضه، واحط ايه؟ شويه من الملح والواحد عدد، واحط يعني معلقتين اتنين كبار من الزبده، ادي شويه ملح صغيرين بس، الزبده مش هحطها دلوقتي. هنزل بقى عندي الخليط اللي هو بتاع الحليب والخميره، وبعد كده ابدا انزل عندي المعلقتين الكبار من ايه؟ من الزبده. ادي معلقتين كبار من الزبده، تكون الزبده تكون ما تقومش ماسكه يا جماعه، يعني انت تسيبيها بره ما فيش مشكله، شويه بره الثلاجه، ده يكون افضل بكتير جدا في العجن. وابدا اعلي عندي على العجين بتاعي، لحد ما العجينه تبدا معايا تتخدم شويه. تعالوا نعمل عندنا الكاستر اللي انا هعمله او الباستري اللي انا هعمله للملفيه. بصي الحشوات بتاعتها ممتازه، فنركزي فيها حلو قوي وان شاء الله تعجبك. الباستري عباره عن ايه؟ بجيب عندي نص لتر من الحليب، معلقتين اتنين من النشا، ومعلقتين من الكاستر، واحد عدد بيضه وفانيليا، ونص كوبايه من ايه؟ من السكر. سكر حسب التحليه، حسب ما انت عايزاه ايه، بس هو نص كوبايه حلو. ما ينساش ان في صوصات هتنزل عليها من فوق، فلازم تعملي معادله في الحلويات بالذات او المخبوزات عشان حاجه ما تجزعش النفس، تاكلي منها حته تعرفي تاكلي منها الثانيه. احط هنا النص لتر من الحليب عندي في الحله، او تعمليها في كازرون، وفي نفس البوله ديت نفسها بالظبط اقوم حاطط عندي السكر، واقوم حاطط عندي الواحد عدد بيضه، واقوم حاطط عندي الفانيليا، معلقه صغيره من الفانيليا، وبعد كده اقوم حاطط عندي معلقه كبيره من الكاستر، او معلقتين صغيرين من الكاستر، ومعلقتين صغيرين من ايه؟ من النشا. طيب تمام كده. هقوم جايب ايه بقى؟ الحليب قبل ما يدفى او قبل ما يسخن ممكن ان انت ايه تدوبي بيه، او ممكن ان انا اجيب ميه عاديه وادوب بيها الكلام ده. مين؟ الو، السلام عليكم. الو،
ايوه السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ الله يخليك، كل طيب. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيكي. عايزين بس نصبح عليك بس. ربنا يخليكي، صباح الفل، ازي حضرتك؟ الحمد لله. يا اهلا بيكي. طيب. وانت طيبه يا ست الكل، ربنا يحفظك، تسلمي. عزيز والله نعرف طريقه الزلابيا والله. من عينيا للتين يا استاذ، حاضر من عينيا، اقول لحضرتك. ماشي، كل سنه طيب. وانت طيبه يا فندم، شكرا ليك، سلامي لكل اهلنا في شمال سيناء يا فندم، شكرا ليك. مع السلامه. طيب هو انا لو انا خدت حاجه سخنه من هنا من الحليب وحطيته هنا هتعمل كتل معايا، الكاستر او النشا، تمام؟ نرجع لما الحليب يبدا يسخن معايا هبدا اشتغل عندي في خليط الكاستر. طيب ايه عندنا هنا تاني؟ تعالوا نشوف، بص على العجينه بتاعتنا ونشوف اخبارها ايه. ما شاء الله. محتاجه كمان؟ محتاجه كمان لسه. عندي عايزه تخش كمان، لان في حته هتلاقيها خشنه كده كانت ماسكه في السلاح وحتت كانت في جنب العجان، فبقوم واخدها تاني واقوم حاطها فين؟ في العجان، واسيبها عندي تخدم كمان شويه. وزود لها ايه شويه سائل صغيرين جدا. عايز تبقى مفتوحه عن كده، حاجه بسيطه. نقول العجينه سريعا تاني اللي احنا عملناها، عجينه اللفائف بسرعه جدا. انا حطيت كوبايتين ونص من الحليب، الكوبايتين هم الصغيرين، المجات الصغيره، حلو. وبعد كده حطينا عليهم معلقه ونص من الخميره، معلقه ونص كبيره من الخميره، المعلقه اللي قدامي ديت. وبعد كده حطينا معلقتين كبار من السكر، ودفينا الحليب وقلبناهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده حطينا في العجان نص كيلو من الدقيق، ويا ريت الدقيق اللي انت تجيبيه يكون هو الخاص بالمخبوزات، تمام؟ عشان في انواع كتير قوي، خصوصا اللي هي بتبقى في الباكنج الكرتون، هتلاقيها كده في غلاف كرتون، فانت تعملي ايه؟ تقري اللي على الاول، هل لجميع الاستخدامات؟ ده للمخبوزات، في للبيتزا، فلازم تقري كويس. بعد كده بتقومي جايبه نص كيلو حاطه عليه زبده، معلقتين كبار من الزبده وشويه ملح صغيرين، واحد عدد بيضه ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر. خدنا الخليط بتاع الحليب والخميره والسكر وضفناه عليها، وبالشكل ده، ده الشكل النهائي له. اعتقد كده بقى تمام يا حاج ام محمد. ايوه يا شيخ محمد، السلام عليكم. ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك؟ معاك الحاج محمد من بني سويف، عايز اتعيد على احفادها كلهم ما شاء الله، ومناسبه عيد ميلادهم في شهر 8 ما شاء الله، ربنا يخليهم لك ويبارك فيهم. وبنتها رانيا غريب. ايوه. احفادها رحمه محمد ما شاء الله، وتندس محمد ما شاء الله، وتسنيم محمد ما شاء الله، وابن اخوها محمد كامل ما شاء الله، ربنا يبارك لك فيهم. هادي احمد ما شاء الله. ايوه يا شيخ محمد. ايوه، وانت طيبه يا ست الكل. طيبه، النهارده كان عيد ميلادها ما شاء الله. كل سنه هم طيبين، كل سنه هم طيبين جميعا. انا بعيد عليكم كلكم وعلى احفادي كلهم، ربنا يخليهم لي. تعمل لنا تورته يا شيخ محمد بمناسبه عيد الميلاد الحلوه دي. بكره ان شاء الله اعمل لك تورتايه. خلاص، بكره ان شاء الله نشوف تورته حلوه نعملها. ان شاء الله. خلاص حاضر، من عينيا. بكره ان شاء الله اعمل لك احلى تورتايه. شكرا ليك، نعمل اللي انتوا عايزينه، احنا هنا عشانكم. حطينا بقى ايه، نجيب عندي البوله الخشب ديت ونحط فيها العجينه ونريحها، اكياس ثلاجه هبدا ان انا افردها ونحطها عليها من فوق. اكياس ثلاجه مفتوحه نجيبها، او عندي فوطه مثلا ممكن نضيف عليها. طيب تعالوا بقى نشوف عندنا الخليط عامل ازاي. نقلب، نتأكد بس ان السكر ده في كل حاجة، وننزل على طول. ونقلب بسرعة. يلا يا مصطفى.
ما تسيبيش ايديكي بقى من على ايه، من مضرب السلك. ليه بقى؟ لو انت سبت ايديك ايه اللي هيحصل؟ تلدع منك من تحت، خصوصا انا. لا هو انت هتعمليها على نار هاديه، بلاش تعمليها على نار عاليه، ده مبدئيا. حاضر. فايديكي على طول في الحاجه، انا معلي النار عشان الوقت. فكل بص كل خلاص هتبدا تتقل معاكي، وهوريها لك دلوقتي نفس اللون اللي هيطلعه الايه؟ الباستر كريم مش الكاستر. تمام 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 ما شاء الله، قدام حضرتك اهيت بدات ايه اللون. لا بتنفش يا عم، تنفش ايه؟ طب انا بضرب كريمه مقاوم يبقى كريمي. وتقلت يا باشا وزي الفل ما شاء الله. بص اللون بقى عامل ازاي، نفس اللون بتاع الباستر كريم بالظبط، ده مكهيات والقوام ده اللي احنا محتاجينه بالظبط. مجرد اصلا ما تسيبيه بقى عندك، تجيب عند البايركس ده ماشي. تعالوا بقى ايه، هنبدا ناخد عندي الباستر كريم ده ونبدا ان انا اضيفه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام. وابدا ان شاء الله ان انا اطلع فاصل، اهم حاجه ان انا اغطيه بالكيس ده اهو قدام حضرتك، وابدا ان انا اطلع فاصل، وبعد الفاصل ان شاء الله نبدا نكمل مع بعض العجين والملفيه، سينامون ملفيه ورقائق اللفاف القرفه نشوفها، لكن بعد الفاصل. رجعنا تاني بعد الفاصل، وتعالى نشوف بقى مع بعض ازاي هنقدر نعمل الرقائق بتاعتنا. بجيب عندي العجينه اللي احنا عجناها، بعد ما ترتاح معايا العجينه طالما معجونه صح هتلاقي ماشيه معاك حلو قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ممكن بس استاذن دول بس يجوا هنا شويه عشان نعرف نشتغل. في ناس كتير يا جماعه في موضوع العجين، يعني موضوع الفرده دي بتلاقيها صعب، خصوصا في ناس اقاليم ما بتعرفش تجيبها. تمام. بص حضرتك هتروح عند اي سوبر ماركت، اي سوبر ماركت عندك هتلاقي مثلا اي حاجه جنبك، هتلاقي الفويل دي، يعني هتلاقي اللفائف الفويل ديت او ورقه الزبده. حضرتك بعد ما تخلصيها ما ترميهاش، هتلاقي الكرتون ده اللي جوه ده تقدري انت تاخديها وتفردي بيها زي دي بالظبط. انا ساعات بعمل كده عادي، يعني مش مولدين يعني بمردنه، لا المردنه او دي مش موجوده، تقدري انت تشتغلي بدي، اللي انت حضرتك تشيلي الفويل بعد ما تخلصيها ما ترميهاش، تحافظي عليها كويس جدا، وتبداي ان انت تاخدي الكرتون. لو حتى جمال معلش عايزين بس نجيب السمك بتاعها من جوه، السمك بتاع الكرتون نفسه تخينه، فتقدر اللي هي تتحمل معاكي. بصي عامله ازاي، فجامده، تقدر اللي هي تستحمل معاكي الفرد العجينه، انت فاهمه ازاي؟ لو ما عندكيش دي يبقى عندك الفويل ده او بتاعت ورقه الزبده، اي حاجه الاثنين دول زي بعض، بس تكوني مخلصاهم طبعا. طيب نفرد العجينه، لان فعلا في ناس كتير قوي ما بتبقاش متوفره عندها الامكانيات والعده اللي تبقى موجوده عندها اللي هي تعمل شغل زي اللي احنا بنعمله، فعلى قد ما نقدر بنقول بدايل، وكل الناس تعمل وتنبسط ان شاء الله. اهو نفرد. حلو الكلام. بعد ما فردناها هجيب عندي الاسباتيوله ديت، واجيب عندي زبده تكون طريه. يا مدام ناديه، مدام ناديه الو، ازيك يا مدام ناديه؟ ازيك يا شيخ؟ ازي حضرتك يا مدام ناديه؟ ممكن تعلي صوتك عشان انا مش سامعه. ازي حضرتك يا مدام ناديه؟ سامعك. انت وطي التلفزيون هتسمعيني زي الفل.
انا وطيته خالص. طب انت سامعاني اهو. دلوقتي اسمعك. ايوه اتفضلي. الف مبروك للحج. الله يبارك فيكي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا ست الكل، تسلمي. ايه بقول لك ايه، انا عيد ميلاد حفيدي بعد يوم الخميس الجاي. ما شاء الله، الف مبروك. ربنا يخليه لك. الله يخليك. انا بس ليا طلب عندك. انا كنت هسالك على اني انا عايزه اعمل له تورته اللي عليها الصوره بالتفاصيل الدقيقه. بس انا لقيت قبل ليا في واحده مدام اتكلمت وقالت لك عايزه اعمل تورته، فقلت لها اعملها بكره. ممكن اعشم فيك وتعمل التورته بكره بالصوره؟ طب استني بقى، ما هو موضوع الصوره، انت ساكنه فين الاول؟ ساكنه في القاهره. فين في القاهره بالظبط؟ في شبرا. شبرا، تلاقي عندك محلات كتير قوي بتعمل موضوع الصور، اللي انت تاخدي الصوره. لا انا ممكن انزل مصر الجديده مخصوص، بس قول لي ايه متطلباتها وادور على ايه واعملها ازاي. انا عايزه اشوفها من ايديك. ما هي مبدئيا انت بتجيبي الصوره، انت بتجيبي الصوره بتاعتك وتعمليها على الفندام وتطبعيها، وبعد كده بتجيبيها، وبكره هقول لك ان شاء الله ازاي تعمليها على التورته اللي انا هعملها. مش هتنسى؟ لا مش هنسى ان شاء الله، معاكي بكره ان شاء الله. حاضر. ولا هتعملها بكره؟ انا لا، مش هعمل الكيكه بالصوره، بس هعمل لك التورتايه. ما تعملها بكره بالصوره، فيها ايه؟ هي خدمه ليا وليها يعني. يا حاجه حاضر والله يا حاجه، لو في امكاني اللي انا اعملها والله هعملها. حاضر حاضر. هي ممكن تغير رايها برضه وتعمل لابنها تورته بصوره، تبقى حاجه حلوه. يبقى يعني كلنا نعمل كيكه بصوره. ماشي حاضر حاضر يا مدام ناديه، بالراحه علينا يا مدام ناديه. حاضر، لو الامكانيات سمحت ليا ان انا اعمل لكم الكيكه بكره بصوره، هو انا كنت عامل كيكه ثانيه مختلفه، لكن لو الامكانيات سمحت والله هقول لك، او حتى على الاقل خلاص هقول لك على الفكره وانت اعمليها، هشرحها لك بالتفصيله يعني بكل حاجه. شكرا يا مدام ناديه. تمام، لا خلاص تمام. سيب بص الزبده طريه ازاي. الزبده لو مش طريه ايه اللي هيحصل؟ وانا بمسك الزبتيوله اللي معايا ديت وعملتها كده هتلاقيها طلعت، تطلع معايا تطلع العجينه في الايه، في الحاجه. طيب نقوم واخدين عندنا السكر وقرفه الاثنين مع بعض. نخلط الاثنين مع بعض. ونحط على الزبدة، بلاش كتير ها عشان ما تفصلش. شكرا. تقومي جايبة ايه بقى كده؟ ماشي؟ مهم قوي دي بقى، ان انت تجيبي الزبده دي تدخليها فين؟ مع القرفه والسكر. اهو تدخلي الاثنين دول مع بعض كويس. ماشي الكلام كده؟ ماشي الكلام. بعد كده نقوم ايه منضفين ايدينا كويس عشان هنبدا نلف، عشان هبدا دلوقتي ايه هفرد الملفيه عشان التسويه بتاعتها تبقى ايه مختلفه شويه. ان شاء الله في اخر الحلقه كده هتكلم يعني في ظاهره سلبيه كده موجوده عندنا في المجتمع المصري، ان شاء الله نتكلم عليها في اخر الحلقه، مش وقته. انا هخلص الحلقه بتاعتنا وبعد كده ايه نتكلم براحتنا. تمام ان شاء الله، بس ايه نفتكر عشان من الحاجات السيئه اللي الواحد بيشوفها ان شاء الله وتختفي ان شاء الله من حياتنا تماما يعني. طيب خلصنا ديت، عملنا اللوف الكبير ده. تعالوا بقى نشوف عندنا، نجيب السكينه نحطهم كده هنا جنب بعض على ما نعمل ايه الملفيه بقى، ونشوف ازاي نقدر احنا نفرده ونشتغل بيه. طيب اهم حاجه ننظف مكاننا كويس عشان اجيب. بصي العجائن الملفيه لو لقيت الشرايح بتاعتك جيبيها، اللي هي الرقائق بتاعت الملفيه.
طيب ساعات واحنا بنجيب الرقائق ديت اللي هي بتبقى شرايح ديت بنعمل ايه؟ هي المفروض بتطلع من الفريزر بتاخد ديفروست بالظبط 10 دقائق وتبدا ان انت تفكها من بعض، غير كده لو انت سبتيها مش هتعرفي تحليها من بعض. بص بص يا عم جمال، عشان كتير بنقع في الغلط ده، فما تعرفيش ان انت تفك الشريحه لوحدها، تلاقيها صعبه قوي اهي. طب تعملي ايه؟ بصي بقى، تقومي واخداها كده زي ما هي وتفرديها عادي جدا وتقطعيها مربعات اهي، واخداها يمين وشمال. حد هيقول لي يا عم طب الحروف هعمل بقى ايه؟ هنعمل بقى ام علي او هستخدمها اصلا في اللي انا هعمله ده دلوقتي. لانك ايديكي طبعا عمرها ما هتطلعها زي المكنه اللي بتعملها. الحروف دي كلها هناخدها وهنشتغل بيها ان شاء الله واوريها لك. تمام، قطعناها مربعات اهي زي ما جت بالظبط. طيب لو لقيت الموضوع صعب عليك زي ما اتفقنا في موضوع اللي انت تقطعيها او تشيليها واحده منفصله عن الثانيه، هنجيب دي نحط كل الاثنين جنب بعضهم. بعد كده استاذ جمال هقوم واخدين عندنا الباستر كريم اللي احنا عملناه. بص الباستر عامل ازاي، ما شاء الله حاجه محترمه جدا. معلقه على كل واحدة. معلقة على كل واحدة، مش هنخرم ولا هنعمل حاجة. هنقوم واخدين دي بقى اللفائف دي، ناخد الطرف ده لتحت ونضغط الضغطة ديت عليها، وبعد كده نقوم حاطينها كده ايه في النص. سهلة صح؟ تعالوا نعمل واحدة تانية. ناخد الطرف ده كده ونبدا نفرد، وبعد كده نقوم واخدينها على الملفيه وعلى الكاستر او الباستري اللي احنا عملناه او اللي احنا طبخناه. تمام اهو، نفرد حطينه كده. هبدا ان انا اعمل كمان كام واحده كده واوريهم لكم ان شاء الله قبل ما نطلع منين من الفاصل. الحاجات دي كلها ناخدها ونشتغل بيها ان شاء الله تاني، مفيش اي مشكله. يبقى الفكره خلاص وصلت كده، وهنبدا نعمل لها ايه الصوصات بتاعتها. تعال نعلق على الصوص بس عشان يلحق اللي هو يبرد معايا ويظبط معايا. عندي اول حاجه الصوص الابيض. الصوص الابيض سهل جدا، بقوم عامل ايه؟ بجيب كريمه او جبن كريمي تكون ساده، احطها هنا وانزل المقادير بتاعتها. جبنه كريمي، بقوم واخد عليها كريمه طهي. نقلبهم الاثنين مع بعض لحد ما يعملوا ايه زي الصوص. ينفع حليب طبعا، بس الحليب طبعا هتبقى بكميه قليله لان الكريمه بتتقل الحاجه اللي بتنزل عليها. ايه تاني بقى؟ نقوم واخدين عندنا شويه فانيليا، وبعد كده نقوم واخدين عندنا الحليب المكثف ونقلب الخلطه دي كلها مع بعضها من غير نار ومن غير اي حاجه خالص، وبكده عندي الصوص الابيض يكون جاهز معايا. طيب بعد كده هبدا اعمل اعلق عندي على صوص الشوكولاته. هنشوف صوص الشوكولاته ان شاء الله ولكن بعد الفصل.
اهلا بيكم، نعملكم تاني بعد الفاصل. بنسيب العجينه بعد ما حطيناه الملفيه وحطينا الباستر كريم، هتاكل طعم حلو قوي في الاخر ان شاء الله. هنحط عندي العجينه ونبدا اللي احنا هنوصها فين على الصاج. هنبدا نسيب الكلام ده كله يتخمر. طيب بعد ما تتخمر اللفائف ديت بالملفيه بالباستر كريم، ببدا اللي انا احطها فين عندي على في الفرن على درجه حراره 180 180، ما تزيديش اكتر من كده، خليها على نفس درجه الحراره ديت عشان اضمن ان الملفيه يستوي معايا. تمام، ادي قدامك اهوت كل الملفيه عندك قدامك مستوي وتمام التمام، ما فيهوش اي حاجه من تحت، وهياخد الطبقه وانت بتاكلي هتاكلي الملفيه مع اللفائف مع الصوص اللي احنا هنعمله. عملنا اول حاجه الصوص الابيض ده قدام حضرتك اهوت، اللي هو حليب مكثف واللي هو جبنه كريمي، واللي هو جبنه كريمي وحليب مكثف وكريمه لباني، الثلاثه مع بعض مع شويه فانيليا صغيرين عشان يطلعوا لك الصوص اللي انت حضرتك كده شايفاه. طيب نقدر نتحكم فيه اللي انت اللي هو نتقله شويه ان نخف الكريمه، نقدر نخف شويه اللي احنا نزود الكريمه. نفس الكلام نقدر نشيل الكريمه نحط حليب، بس ده ما مفضلوش طبعا. تعالى نعمل عندنا صوص الشوكولاته بتاعنا. الوجه طبعا هننزلها اهوت ونشوف عندنا اللي هو بالشوكولاته هنعمله ازاي بقى. بالمارشميلو عندي اول حاجه ده بالنسبه ايه ده الوجه مش ده، ده اللي احنا عملناه الاول اللي هو الابيض. خلينا بقى نخش على اللي هو بالشوكولاته بقى بعد ده عشان الناس لسه ما تلخبطش، في اللي هو بقى ده بالابيض اللي احنا عملناه الاول، وفي اللي هو بالشوكولاته اللي هو قدامك المقادير اللي قدامك ديت، هننزل مقاديرها دلوقتي. اهي كوبايه ونص من كريمه الطهي، وعندي نص كيلو من الشوكولاته الغامقه، وعندي 2 كيس مارشميلو اللي هو الكيس الصغيره، وقطعتين 2 من الزبده. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. احط عندي الكريمه، ادي كريمه الطهي، نعلي بس النار عليها شويه. بعد كده اقوم نازل عليها بالشوكولاته وهي بتسخن معايا عشان اضمن ان الصوص بتاعي يطلع فيه لمعه، بديله معلقه زبده. تاني حاجه لما تيجي تحط الشوكولاته حطيها بعد ما الكريمه تسخن معاك الاول، ما تحطهاش والكريمه تكون ساقعه عشان تديك اللمعه المحترمه. هنزل عندي الشوكولاته ونبدا نسيح كل ده مع بعضه، او تعمليها بحليب، عايز اشتغل بحليب بيشتغل، كل البدايل موجوده ومتاحه لحضرتك. ندي التقليبه نقلب بسرعه. بدأت اهي تسيح معايا ونقلب بسرعه اهيت بقى، اهم حاجه ايه نهض النار بقى شويه عشان الشوكولاته ما تسخنش من تحت وتعمل لي طبقه مش حلوه، انت تتحرق بمعنى اصح. وهي شغاله كده بتقوم مدينا ايه قطعه الزبده، ادي الزبده بتاعتنا. الزبده دي بقى تديكي لمعه ايه محترمه للصوص بتاعنا. طيب وهي كده على النار تقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم سقطناها مارشميلو، ادي ادي المارشميلو الابيض، نبدا ان احنا نسقطه بقى. المارشميلو هيعمل ايه؟ اكيد طبعا هيسيح وهيديني مطه محترمه قوي للصوص بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم، يا استاذه فاطمه. الو. ماشي. ازيك يا استاذه فاطمه؟ الله يسلمك. اهلا بيكي، اتفضلي. ممكن تقول لي على عمال مكرونه بشاميل؟ مكرونة بشاميل، حاضر من عينيا. ماشي ماشي يا استاذة فاطمة، مع السلامة. شكرا. مع السلامة. العفو يا فندم. طفيت النار بقى خلاص، واقعد ايه اقلب بقى لحد ما الايه المارشميلو يحس بالحرارة بتاعة صوص الشوكولاتة ويبدأ اللي هو
يتشرب كويس جدا الكلام ده كله مع بعض. وبدا يسيح، تفضلي انت تقلبي. اخر حاجه الصوص ده هو. تمام خلاص كده احنا ايه، خلاص الصوصات عندي جاهزه، هفضل اقلب فيه بقى كده ايه لحد ما نرجع من الفاصل. هناخد فاصل ان شاء الله ونرجع لكم تاني، وافضل اقلب فيه لحد ما المارشميلو يبدا يسيح معايا عشان اطلع لك حاجه طعمها حلو جدا يتحط على السينابون بتاعنا. بعد الفاصل نكمل. اهلا بيكم بقى، رجعنا لكم بعد الفاصل. وده بالنسبه للشغل اللي احنا بنطلعه بقى، ده صوص الابيض مع صوص كراميل، الاثنين مع بعض. تمام. طيب ممكن نعمل حاجه تانية، ممكن احط صوص ابيض. نركز بقى معايا، ده يعني ده هتلاقي اللفائف طعمها مختلف تماما عشان عجينه الملفيه والباستر اللي احنا حطيناها، فهتلاقي الموضوع فيه اختلاف ان شاء الله وهيعجبك جدا. بعد كده بقوم جايب ايه بقى، بص يا عم جمال، الملفيه اللي احنا خدناه وكسرناه اللي هو الشرايح اللي طلع اهو، تاخديه كده اهو تكسريه تفرميه حلو قوي في الطبق. يا سلام على شويه المتحمصين دول. المتحمص ده والله ريحته ايه، مش عايز اقول لك اول ما فرجته كده الريحه بتاعته كانت عامله ازاي. فاللي هو اللي بيتفرج اللي هو المتحمص شويه ده بيبقى حلو طعمه كمان. بقوم واخده كده وبقوم رايحين فين، عندي على الطبقه اللي فوق. بسم الله. يبقى ملفيه من تحت وملفيه من فوق والدنيا ايه، تمام التمام. ماشي، تعالوا نعمل واحده ايه ميكس الاثنين مع بعض. ادي صوص الشوكولاته بعد كده نقوم واخدين عندنا الصوص الابيض الاثنين مع بعض، ده ميكس. ففي عندك حاجات كتير جدا نقدر ان احنا ان شاء الله نشتغلها. وبعد كده عايز بقى يشتغل بالملفيه من فوق زي ما اتفقنا او زي ما عملناه كده زي ما هرسناه، مفيش مشكله. عايز تشتغل بالصوص الشوكولاته، صوص الشوكولاته الرهيب اللي هو هتجربيه بالمارشميلو، اصلا حاجه تانيه خالص اللي هو كريمه وشوكولاته، وبعد كده حطينا قطع المارشميلو عليه كده من فوق، ان شاء الله يعجبك قوي. ده الشكل النهائي للاطباق بتاعتنا والعجينه اللي احنا عملناها. يا رب ان شاء الله الحلقه تنول اعجابكم. ودي الباستر كريم اللي احنا عملناها، وده اللفائف اللي احنا عملناها بالملفيه في الصاج لسه هتتخمر، وبعد كده هبدا ان انا اوديها عندي الفرن على درجه حراره 180، هتقعد معايا بالظبط من 40 ل 45 دقيقه. طلعها وبالهنا والشفا. دي كانت حلقتنا النهارده، اتمنى ان شاء الله ما شافش الحلقه يشوفها في الاعاده. واشكركم جدا واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله من برنامج المطعم، كل ما هو جديد ان شاء الله باذن الله تلاقوه عندنا. سلام عليكم.